أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة سما، والبداية بالعناوين. لليوم الأربعين على التوالي مليون مواطن سوري بالحسكة يواجهون سياسة التعطيش ونزوح معظم أبناء بلدة أبو راسين نتيجة العدوان التركي المستمر. وفي فلسطين المحتلة 19 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة والمواجهات مستمرة. وفي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، الجيش الروسي يفتك بنظيره الأوكراني وناقلات النفط تتكدس في البحر الأسود. أهلا بكم من جديد. أكد مجلس محافظة السويداء رفض كل التصرفات والأعمال الخارجة عن القانون، من جهة اتخذت من الوضع الاقتصادي الصعب ذريعة لتعبث بأمن وأمان المحافظة وأهلها وتاريخها، وصولا إلى حرق وتخريب ونهب مبنى المحافظة، وأن مرتكبي هذه الأفعال لا يمثلون سوى أنفسهم وستطالهم يد القانون. وشدد المجلس في بيان له على أنه مهما اشتدت الظروف والمحن فلابد من الفرج، وقد أثبت أهالي محافظة السويداء عبر تاريخهم المجيد أنهم القابضون على جمر العزة ليبقى الوطن كريما أبيا مصونا. وقال البيان: معا سنكمل الطريق الذي أرساه أجدادنا وننبذ كل آثم تسول له نفسه النيل من تاريخ المحافظة، وأنه لا مكان بيننا للعابثين الذين لفظهم المجتمع في كل المفاصل التاريخية الوطنية. في منطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد، أكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة بريف إدلب دكت بالمدفعية الثقيلة مواقع لتنظيم جبهة النصرة وحلفائه في منطقة جبل الزاوية بريف المحافظة الجنوبية. وأوضح المصدر أن نيران المدفعية طالت مواقع الإرهابيين في محيط البارة والفطيرة وكفر عويد وأسفوهن وكنصفرة وفليفل وبنين، وفي محيط معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي أيضا. ألفت المصدر إلى أن استهداف الجيش لمواقع الإرهابيين جاء ردا على خرق مجموعات مسلحة مما تسمى غرفة عمليات الفتح المبين التي يقودها النصرة لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع ريف إدلب الجنوبي من منطقة خفض التصعيد، اعتدائها بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية. نزح معظم أهالي بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي بسبب استمرار عدوان الاحتلال التركي وقصفه العنيف للبلدة ما ألحق فيها دمارا كبيرا. وذكرت مصادر أهلية أن بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي فرغت من معظم سكانها الذين تركوها مرغمين نتيجة ضراوة العدوان التركي وقصفه المستمر لها بالمدفعية، ما تسبب بأضرار كبيرة في معظم المنازل والشوارع والبساتين المحيطة بها. أذكرت المصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت تهجير معظم الأسر وتركها منازلها في البلدة وغادروها باتجاه المناطق الأكثر أمناً، وذلك خوفاً من القصف المدفعي العنيف المستمر عليها من قبل قوات الاحتلال التركي. في الساعات الماضية ومع سيطرة الهدوء النسبي على خطوط تماس جبهات القتال شمال وشمال شرق سوريا، وزع الجيش العربي السوري مواد لوجستية على عناصره في المواقع المنتشرة فيها على طول الشريط الحدودي مع تركيا شمال شرق البلاد، وأجرى تدريبات قرب مدينة القامشلي لرفع جاهزيته القتالية. وتحدثت المصادر عن سماع دوي انفجارات عنيفة هزت مدينة القامشلي، تبين أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات الجيش في قرية حاج بدر القريبة من فوج طرطب قرب المدينة، وذلك لرفع الجاهزية القتالية واكتساب الخبرة.
انخفض القصف التركي والمدفعي والصاروخي على مدن وبلدات الشمال السوري، لكنه لم ينتهي نهائيا مع استمرار سقوط القذائف بشكل متقطع على مدن وبلدات بأرياف الحسكة وحلب والرقة. ولم يعد خافيا على أحد وجود مفاوضات ومبادرات من الأمريكيين والروس الذين توجهوا بوفد منهم إلى أنقرة والتقوا مسؤولين في الدفاع والخارجية التركية للبحث عن آلية لمنع وقوع الهجمات، مع دعوات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف إلى تطبيق اتفاق أضنة ليكون حلا مقبولا بعيدا عن العنف والتصعيد. ويعني تطبيق اتفاق أضنة عودة الجيش العربي السوري على كامل الحدود وإخراج قسد منها، وهو ما يتقاطع أيضا مع اتفاق سوتشي الموقع في العام 2019. لكن قسد المنتشية بموقف أمريكي معنوي والتي أعلنت بموجبه عن استئناف عملياتها ضد داعش في إنزال جوي مع الأمريكيين بريف دير زور الشرقي، معتبرة أن الخطر أبعد عن الحدود بعد التطمينات الأمريكية التي وصلتها في الأيام الماضية. كذلك فإنها لن تقبل بأي انسحاب لما يسمى الأسايش والإدارة الذاتية، لأنها تدرك أن ذلك بداية لنهاية مشروعها في المنطقة. إذن لا هدوءا كاملا في الشمال السوري مع استمرار الأتراك بالتلويح بتهديداتهم العدوانية ومضي قسد في موقفها بعيدا مع الأمريكيين، ما يجعل من التصعيد أمرا متوقعا في أي لحظة. أيهم مرعي لقناة سما، محافظة الحسكة. هذا وكانت أعلنت وزارة خارجية النظام التركي أنه تم خلال المباحثات التي جرت مع مسؤولين روس التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة فيها، مع إصرار أنقرة على مكافحة ما سمتها التنظيمات الإرهابية. حسب الأنباء الواردة من اسطنبول، فقد أجرى وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشنان يومي الخميس والجمعة الماضيين محادثات مع مسؤولين أتراك برئاسة نائب وزير خارجية النظام التركي سادات أونال حول ملفات عدة من أهمها الوضع في سوريا. يواصل النظام التركي استخدام المياه كسلاح حرب ضد أهالي منطقة الحسكة، ما يعد جريمة ضد الإنسانية ومن أبرز الانتهاكات التي تطال المدنيين. وعلى الرغم من المناشدات المتكررة للجهات المعنية ولمنظمات حقوق الإنسان للضغط على السلطات التركية لوضع حد لهذه الانتهاكات دون جدوى. الاحتلال التركي يسعى في مناطق احتلاله في شمال غرب سوريا إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة، ومن بين مظالم الاحتلال التركي جريمة قطع المياه عن مدينة الحسكة وجوارها 5 أسابيع وبضعة أيام، ومدينة الحسكة وأريافها دون مياه في ظل استخدام الاحتلال التركي محطة مياه علوق بريف رأس العين الشمالي كورقة ابتزاز سياسية وعسكرية. لا تزال المحطة خارجة عن الخدمة في حين يعاني نحو 1,000,000 نسمة من أهالي المدينة وأريافها وتلتمر وقراها من انقطاع التام للتيار الكهربائي والمياه، على الرغم من المناشدات المتكررة للجهات المعنية ولمنظمات حقوق الإنسان للضغط على السلطات التركية ووضع حد لهذه الانتهاكات، لكن دون جدوى. أمر يترتب عليه تداعيات كثيرة وخطيرة، أكبرها على الصعيد الإنساني حيث تتزايد حالات العطش والأمراض الخطيرة. وبالرغم من تلك المظالم، نرى عدم قيام الأمم المتحدة ومنظماتها بدورها في إدانة الممارسات التركية العدوانية. التراخي وعدم الحزم والتحرك من قبل المنظمة الأممية ومؤسساتها ذات الصلة يضع مصداقيتها على المحك. تغافل من شأنه إعطاء الضوء الأخضر للمحتل التركي بالاستمرار بتنفيذ جرائمه دون رادع. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن مراسلنا في المنطقة الشرقية زميل أيهم مرعي عبر الهاتف. زميل أيهم، مساء الخير. مساء الخير لك ولكل مشاهدي سما. لنبدأ أيهم من محافظة الحسكة، مع نزوح معظم أبناء بلدة أبو راسين نتيجة العدوان التركي المستمر، ما جديد هذا الأمر؟ يعني منذ بداية يعني العدوان التركي الجديد الذي أطلق عليها الاحتلال التركي المخلب السيف، وكان هناك عدوان جوي وبري
يعني هذا العدوان البري جاء على شكل قصف مدفعي وصاروخي على مناطق واسعة في محافظة حسكة. ربما كانت المناطق الأكثر تعرضا للقصف هي بلدة أبو رأسين وريف تل تمر، على اعتبار أن هذه المناطق هي خطوط تماس بين الجيش التركي وقسد. هذا دفع ثمنه الأهالي نزوحا كبيرا، يعني سجلت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الحكومية نزوح أكثر من 150 عائلة من المنطقة، بالإضافة أن هناك الكثير من العائلات نزحت بشكل جزئي، أي أن يعني قليل من أفراد الأسرة تبقوا في المنطقة. هناك حالة قلق لدى الأهالي، حالة خوف من أن يكون هناك اجتياح بري للاحتلال التركي في المنطقة، لذلك المنطقة لا تشهد أي استقرار، بالإضافة أنه هناك مطالبات واضحة أيضا بأن ينتشر الجيش العربي السوري في كامل المنطقة، لأن المناطق التي يتواجد فيها الجيش العربي السوري بشكل محكم على الحدود هي مناطق آمنة ولم تشهد أي قصف، وبالتالي هذا يؤدي لوجود مطالبات شعبية بأن يكون الجيش العربي السوري موجود أيضا في بقية المناطق حتى يحمي السكان ويمنع موجات النزوح وأي حالات تهجير جديدة للأهالي في تلك المناطق. نعم الزميل أيهم، بخصوص هذا الموضوع وردت أنباء أن الجيش العربي السوري يجري تدريبات قرب القامشلي لرفع جاهزيته القتالية بالتوازي مع قصف متقطع للاحتلال التركي على قرى أرياف حلب، الرقة والحسكة، ما هي المعلومات المتوافرة لديك؟ يعني بطبيعة الحال الجيش العربي السوري وحدات الجيش العربي السوري الموجودة في القامشلي هي أيضا تجري تدريبات في أغلب الأحيان حتى مشتركة مع الجانب الروسي لاختبار الجاهزية. هذا الأمر ليس بجديد، هناك بشكل دوري هذه التدريبات تجري للحفاظ على حالة الجاهزية وحالة، يعني معروف أن الجيش العربي السوري هو انتشر في فترات سابقة وأرسل أيضا تعزيزات مؤخرا إلى منطقة عين العرب ومنبج، وربما قد نشاهد أيضا في الأيام القادمة إرسال تعزيزات إضافية وربما انتشارا جديدا للجيش العربي السوري في تلك المناطق. كما قلنا هناك مطالبات شعبيه من الاهالي بان ينتشر الجيش على كافه مدن وبلدات الشريط الحدودي ليحمي هذه المنطقه من اي عدوان تركي، وايضا لينزع الذراع التركيه بانهم اليوم هم يعني يريدون مواجهه حزب العمال الكردستاني على الحدود، فعندما ينتشر الجيش السوري في تلك المنطقه بطبيعه الحال تنتفي كل المزاعم التركية في هذه المنطقة، وما يعني حالة الأمان والاستقرار الدائمة والثابتة للأهالي، وأن يكون هناك يعني حالة استقرار وعدم وحتى يعني عدم وجود أي خوف لدى الأهالي من موجات نزوح جديدة كما ذكرنا قبل قليل ديانا. نعم أيهم، لليوم الأربعين أيضا على التوالي مليون مواطن سوري بالحسكة يواجهون سياسة التعطيش التي يمارسها النظام التركي، كيف تنقل لنا الوضع الآن؟ يعني حقيقة ديانا نحن اليوم ربما بالشهر الخامس من دون مياه، إذا ما استثنينا 10 أيام فقط كان هناك اتفاق خلال أيام محدودة، يعني تم الضخ في 10 أيام منذ نحو 40 يوم، كان هذا يعني الانقطاع الذي نتحدث عنه الآن هو 40 يوم، لكن بالواقع الانقطاع هو بات له نحو 5 أشهر، وبالتالي هناك معاناة مرتفعة، لاحظنا انتشار للكوليرا والأمراض، حتى يعني سجلت الحسكة ثاني أعلى المحافظات بعد حلب، علما أن عدد سكان الحسكة هو يعني ما يقارب نصف عدد سكان حلب، لكن كانت هناك حالات مرتفعة. السبب الرئيسي هو انقطاع المياه وعدم وجود مصادر مياه آمنة، هناك معاناة حقيقية مناشدة من الأهالي حتى للضامن الروسي للمنظمات الدولية أن يكون هناك تدخل واضح يعني يمنع الاحتلال التركي من استخدام محطة علوك كورقة ابتزاز سياسية وعسكرية، وأن يتم تحييد هذه المحطة عن أي صراعات، وبالتالي إيصال المياه للأهالي في هذه المنطقة وضع إنساني صعب جدا، الناس يعني حتى باتوا يتكلفون أعباء مادية إضافية كثيرة. نعم. يعني الأنكى من ذلك أن معظم المياه هي ربما قد تكون مياه غير آمنة، وبالتالي هذا يرفع من مؤشر أن يكون هناك مزيد من الأمراض في هذه المنطقة. نعم الزميل أيهم مرعي مراسلنا في المنطقة الشرقية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن الاعتقالات شملت 5 من مخيم العروب بالخليل، 4 من جنين و2 من رام الله. وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد بأن سلطات الاحتلال نفذت نحو 5300 حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري.
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة ساحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، التي واصلت فرض التضييق والإجراءات المشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم القدسي الشريف. أشارت إلى أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة. سجلت أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة 19 عملا مقاوما، من بينها 7 عمليات إطلاق نار واندلاع 12 نقطة مواجهة حسب مصادر فلسطينية. فيما نغصت قوات الاحتلال على المقدسيين فرحتهم، قمعت الاحتفالات بفوز فريق المغرب لكرة القدم في مباراته أمام البرتغال في مونديال الدوحة. اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس في كل من بير مبالا والطور، في النبي صالح وعبود في رام الله. شهدت نابلس عمليات إطلاق نار في قوسين وأوصين وحاجز حوارة وحاجز بيت فوريك ورفيديا جبل جرزيم، فيما اندلعت مواجهات في أوصرين وسالم إلى جانب الرزازة في قلقيليا. شهدت أريحة وبيت لحم اندلاع مواجهة في المدخل الجنوبي لأريحة، في الخضر وتقوع وفي باب الزاوية وبيت أمر في الخليل. أجبر الاحتلال الإسرائيلي المواطنة الفلسطينية ضياء جابر من مدينة الطيبة في الداخل المحتل عام 48 على هدم منزله ذاتيا. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هدم المنزل جاء بعد تهديدات إسرائيلية بفرض غرامات مالية كبيرة دفع تكاليف الهدم في حال أقدمت جرافات الاحتلال على هدمه. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء مناورات عسكرية بشكل مفاجئ حتى يوم الثلاثاء القادم، وذلك بهدف تعزيز جاهزية وحدات الجيش الإسرائيلي الميدانية والوحدات اللوجستية الداعمة لها لسيناريوهات مفاجئة ومتنوعة على الجبهة الشمالية على حد تعبيره. أشار جيش الاحتلال إلى أنه خلال التمرين ستحاكي القوات التعامل مع سيناريوهات عملياتية على الجبهة الشمالية عامة في المجال اللوجستي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى التعاون مع وحدات القوات البرية. ونقلت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أن هذه المناورات تنقل رسالة إلى لبنان مفادها أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم كل الطرق لمنع نقل أسلحة إلى لبنان عبر مطار بيروت، حتى ولو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية مع حزب الله على حد قولها. عزى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف قيام بلاده بزيادة إنتاج أسلحة قوية إلى توغل أعدائها وتمركزهم في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا. كانت روسيا كشفت خلال فعاليات منتدى الجيش 2022 عن العديد من الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة، التي كان من ضمنها أسلحة متطورة ستعزز القدرات الهجومية والدفاعية للجيش الروسي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال اليوم الماضي، وأجبرت على التراجع في عدد من المناطق بسبب العمليات التي تنفذها القوات الروسية. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية
إن العمليات الهجومية للقوات الروسية مستمرة في اتجاه كراسنو ليمان، حيث تراجعت القوات الأوكرانية وسيطرت القوات الروسية على خطوط مهمة، مشيرا إلى أن القوات الروسية أحبطت هجومين حاولت القوات الأوكرانية تنفيذهما، وتم القضاء على نحو 60 جنديا بينهم مرتزقة أجانب. وأضاف كوناشينكوف إنه في اتجاه كوبيانسك أسفرت العمليات الهجومية للقوات الروسية عن مقتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا. إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية لأنظمة الصواريخ متعددة الدفع من طراز BM-21 جراد للقوات المحمولة جوا في منطقة العمليات الخاصة. كذلك نشرت الوزارة مشاهد لأطقم طائرات SU-25 تشن غارات جوية صاروخية على العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن إدارة بايدن لديها مخاوف بشأن تلبية طلب أوكرانيا للحصول على ذخائر عنقودية، وهي أسلحة محظورة من قبل أكثر من 100 دولة. إلى ذلك، قتل شخص وأصيب 3 آخرون بالقصف الأوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات 24 الماضية. وأفاد مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية في بيان اليوم بأن شخصاً توفي وأصيب 3 خلال 24 ساعة الماضية نتيجة الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الأوكرانية. وكان المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا ذكر في وقت سابق اليوم أن القوات الأوكرانية أطلقت على فوروشيلوفسكي وكلينسكي من منطقة قرية تونينكو 20 صاروخ جراد. أكد صحيفة الأندبندنت البريطانية أن مطالب روسيا المتعلقة بالأمن الدولي والتي بدأت بسببها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا مشروعة ومنطقية. الحمل ثقيل على كاهل القارة العجوز، زاد عجزها عجزاً. اللهجة الغربية تجاه كييف من شهر شباط عام 2022 حتى شهر كانون الأول تنقلب رأساً على عقب. بدت المطالب الروسية في أوكرانيا مشروعة ومحقة في أعين الغرب في الوقت الذي ترى فيه الدول الأوروبية نفسها عاجزة عن الاستمرار في دعم كييف. تغييرات في تصريحات الساسة الغربيين بدت واضحة في انتقاد زعيم الحركة الفرنسية باتريوت استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، واصفا ذلك بالجنون في الوقت الذي توشك فيه المخزونات العسكرية في فرنسا على النفاد، مطالبا بالتوقف عن ذلك. ليس الجيش الفرنسي من يفتقر للمعدات العسكرية فحسب، فجاره الألماني يفتقر للباس جنوده حتى. فرانك هاون رئيس المجموعة الألمانية الفرنسية لشركات الدفاع KNDS أكد في مقابلة صحفية أن ما تملكه ألمانيا اليوم من دبابات قد يمكن من حماية مدينة أوكسبورغ، ولكن ليس برلين بالتأكيد، في إشارة إلى تدهور الوضع العسكري الألماني، وكل ذلك يعزى إلى الدعم الأوروبي لحرب أوكرانيا. قدرات أوروبا على توريد دفعات جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا أصبحت محدودة للغاية، فحسب وكالة بلومبرغ إن العديد من الدول الأوروبية تعاني من نقص في مخزونها من الذخيرة والأسلحة بسبب الإمدادات الكبيرة إلى أوكرانيا. لكن المفارقة هو ليس فقط الأحجام عن دعم كييف، إنما رؤية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محقة وفق ما نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية في مقالة للكاتبة
ماري ديجيفسكي رأت فيها أن مطالب روسيا المتعلقة بالأمن الدولي والتي بدأت بسببها عملية عسكرية في أوكرانيا مشروعة ومنطقية. انكفاء غربي وإحجام عن الدعم المقدم لكييف عليه أن يسهم في تقليص زمن الحرب الدائرة والتي تستنزف الموارد الغربية دون جدوى أو فائدة. فروسيا لا ترى أنها استنزفت بما يكفي لتوقيف عمليتها، بل ماضية في سبل تحقيق أهدافها. أما أوروبا باتت تعاني عجزاً قسم ظهرها، سواء على صعيد الطاقة أم الصعيد السياسي أو العسكري. اعتبرت موسكو أن الولايات المتحدة تقاتل إلى جانب أوكرانيا وستدفع ثمناً باهظاً جراء هذه السياسة، في وقت تسبب فيه بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي وتحديد سقف لسعره بعرقلة الناقلات النفطية في البحر الأسود. وفي هذا الوقت كشفت صحيفة صوفيا جلوب عن منع السلطات البلغارية منظمة المبادرة المدنية الوطنية من أجل سيادة بلغاريا ودول أخرى في العالم من تنظيم مسيرة مؤيدة لروسيا في العاصمة صوفيا. يكسبون الكثير من المال ويقتلون أوروبا، فمجاراة الغرب لأمريكا لن يدفع ثمنها إلا الأوروبيون. تصريح جاء من النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي أليكسي تشيبا تعقيبا على قرار تسقيف سعر النفط الروسي ب60 دولارا للبرميل من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، والذي ينص على حظر عمليات تسليم النفط الروسي المنقول بحرا بأكملها تقريبا. تداعيات القرار بدأت تنعكس في البحر وعلى جميع الأطراف بما فيهم صانعوه 20 ناقلة محملة بالنفط الروسي الخام في مضيق البوسفور تنتظر عبورها إلى الأسواق العالمية. والسبب يعود إلى تطبيق تركيا إجراء منفصلا يلزم السفن بتقديم دليل على التغطية التأمينية خلال مدة الإبحار في مضيق البوسفور لدى التوقف في الموانئ التركية. السلطات البحرية التركية قالت إنها ستواصل حظر دخول ناقلات النفط من دون خطابات تأمين ملائمة إلى مياهها. روسيا لن تبيع النفط بأقل من سعره. صحيفة إيكونوميست حذرت من أن تسقيف سعر النفط الروسي المنقول بحراً سيؤدي إلى شح الخام وارتفاع حاد بأسعار النفط. قرار التسقيف للنفط الروسي تقف وراءه نية للغرب وواشنطن بوقف الموارد المالية لروسيا عبر إبقاء سعر نفطها منخفضاً بدلاً من سحبه من السوق. إلا أن تقارير إعلامية أفادت بأن سعر النفط الروسي ليس منخفضا بما يكفي للتأثير في جزء كبير من عائدات الكريملين العام المقبل. موسكو تسعى للالتفاف على العقوبات، فالأسطول الشبح أي ما تمتلكه موسكو من قدرات النقل البحرية يمكنها من بيع نفطها دون أن يؤخذ بعين الاعتبار السقف المحدد للأسعار، وذلك حسب وكالة فرانس بريس. عقوبات الغرب وواشنطن المفروضة على موسكو تضيق الخناق على الشعوب الغربية وتنعكس على ظروفهم الحياتية. تلك الشعوب نفسها مناهضة لسياسة حكوماتها الخاصة بدعم نظام كييف على حساب حياتهم. في فيينا تظاهر المئات من النمساويين في مظاهرة احتجاجية رفعوا فيها شعار بدلا من العقوبات نريد كهرباء ووقودا وسلعا رخيصة، مطالبين السلطات بإعادة النظر في العقوبات المفروضة ضد روسيا والحفاظ على حياد البلاد الكاملة. تلك العقوبات التي تسببت بأزمات خانقة للدول الأوروبية. وفي بلغاريا السلطات منعت منظمة المبادرة المدنية الوطنية من أجل سيادة بلغاريا ودول أخرى في العالم من تنظيم مسيرة مؤيدة لروسيا في العاصمة صوفيا. صحيفة صوفيا جلوب أشارت إلى أن عشرات الأشخاص تجمعوا خارج مبنى البرلمان يلوحون بالأعلام الروسية والبلغارية. تمثل الغواصات النووية أحد أخطر الأسلحة الهجومية في العالم، تستخدم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية حول العالم، تمثل وسيلة الجيوش لتنفيذ هجمات مباغتة على العدو أو الرد بهجمات انتقامية في حال تعرض هذا الجيش لهجوم مباغت على مواقعه البرية. تستطيع حمولاتها أن تنهي الحضارة البشرية في دقائق، أي في وقت أقل مما يتطلبه الأمر للتفكير بشأنه.
هي السلاح الهجومي الأخطر في العالم. بجعبتها توربيدات يمكن أن تصنع جحيما على شواطئ العدو، وصواريخ تستطيع إحراق مدن بأكملها. على متن هذه الغواصات أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية في العالم، لتظل متمتعة بفطنة الهجمة المباغتة على عدوها والرد بهجمات انتقامية في حال تعرض أمن بلادها للخطر. وبفضل رشاقتها بالتخفي في أعماق المحيط، تشكل الغواصة النووية أحد أضلع ما يعرف بثالوث الردع النووي للدول الكبرى، لكنها تشتسرس في ساعة صفرها لتصبح الأخطر. فبإمكانها تحويل ما يصل إلى 288 هدفا بحجم مدينة إلى رماد مشع في أقل من 30 دقيقة. واشنطن عام 1958 كانت أول من صنع غواصة نووية، لتليها الصين عام 1987. ورغم امتلاك الكثير من الدول للغواصات العسكرية في يومنا هذا، إلا أن غالبيتها هي غواصات ديزل وليست نووية، إذ ينحصر عدد الدول التي تمتلك الغواصة النووية بست دول لا غير، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ب68 غواصة، تليها روسيا ثم الصين وفرنسا والهند. لحسن الحظ، الغواصة التي تستطيع الغوص لمئات الأمتار ولسنوات طويلة تصل ل25 سنة، لم يتم اللجوء إليها قط خلال أي حرب. لكن ما ينبغي معرفته هو أن الغواصات العاملة بالطاقة النووية والحاملة للصواريخ النووية هي أكثر الأسلحة البشرية فتكاً على الإطلاق. والآن مشاهدينا تذكير بالعناوين. اليوم 40 على التوالي مليون مواطن سوري بالحسكة يواجهون سياسة التعطيش ونزوح معظم أبناء بلدة أبو راسين نتيجة العدوان التركي المستمر. وفي فلسطين المحتلة 19 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة والمواجهات مستمرة. وفي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، الجيش الروسي يفتك بنظيره الأوكراني وناقلات النفط تتكدس في البحر الأسود. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.